ينتهي عام 2023 بما حمله من أحداث، عام كان غريباً حتى على الدبلوماسية وأجندتها، عام كان غريباً على الإنسانية حيناً ومليئاً بالأنانية الغربية أحياناً، عام شهدنا فيه الكوارث الطبيعية والبشرية، الأولى صنعت من المناخ وما شهده من تغيرات، والثانية من قاصد أراد القيام بإحداث متغيرات. عام بكت فيه الأمهات نجدة ولم تلق فيه النداءات الإغاثية آذانا صاغية. عام ضرب فيه الحزن جنبات سوريا فهزها الزلزال المدمر ليوقع أكثر من 6000 ضحية وزاد من أضرارها التي لم تلتئم بعد ويلات الحرب. في ربيعه جاءت الصراعات والمواجهة على السودان، فأصبح أزيز الرصاص لغة المخاطبة بين الفرقاء، مواجهة لا تزال ممتدة يدفع ثمنها الأبرياء كل يوم، نحو 10000 شخص يقتلون و7 ملايين ينزحون داخل البلاد وخارجها. عام أيلوله كان صعبا أكثر، فما أن استفاق المغرب العربي على زلزال هز أركانه وأودى بحياة نحو 3000 شخص، حتى زاد إعصار دانيال المدمر من وجعه فجرف وسط درنة ليبيا بسكانها، فيضان ألقى بها في البحر في غضون ساعات قليلة. عام تشرينه الأول كان موجعا ودمويا على غزة، زاد نزيف جرحها ولملمت مقابرها ضحكات الأبرياء، لكن عزائمها شامخة. هو عام يمر على غزة وكان عليها أمر حمل لها الجروح والمآسي والويلات والصرخات والنداءات. في قاموس غزة هو عام ينقضي، لكنه ينقضي على وقع الدم والفقد والحزن والمعاناة فلم تنجلي. بغزة عام سيأتي لا يحسب فيه إلا الأمل على أن تكون أيامه أقل وجعاً وأكثر صبراً وصموداً بوجه الأوجاع والجراح. الحرب على غزة لم تكن الأسوأ التي تشهدها المنطقة فحسب، بل كانت الأشد فتكاً وظلماً وطغياناً من الاحتلال على مر العصور. شهدت على بشاعتها منظمات الإغاثة وذات العلاقة بالشأن الإنساني، حرب اختارها جيش الاحتلال لتكون مثالاً للانتهاك الصارخ في جميع الاتفاقات التي صادقت عليها الأمم من خلال منظمتها المتحدة التي تعطلت في كل قرار يدعو إلى إنسانية الحياة. فلا السياسة نجحت في وقفها، ولا الدبلوماسية الأممية كانت محل ثقة عقب كل تلك النداءات غير المجابة. وللحديث في هذا الملف ينضم إلينا في الاستوديو الكاتب والمحلل السياسي دكتور عامر السبيلي. مساء الخير دكتور، وأهلا بك معنا. وأيضا ينضم إلينا من رام الله الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية دكتور مصطفى البرغوثي. أهلا بك معنا دكتور. أبدأ من لديك دكتور عامر، إذا ما أردنا أن نتحدث عن أبرز لربما الملامح لما قد تحمله لربما الأيام القادمة، تحديدا بعد كل الحديث الذي يتكرر فيما يرتبط بالتنسيق الأمريكي الإسرائيلي بهدف تقليص كل ما هو مرتبط بحدة العمليات الإسرائيلية في غزة. ويعني للأسف نحن ننهي هذا العام يعني بمشهد دموي في غزة، ونبدأ العام أيضا بأفق أن يستمر هذا المشهد، لأن هناك إصرار إسرائيلي بالاستمرار، وأن عامل الوقت يعني بالنسبة للإسرائيلي أصبح هو عامل تغيير المعادلة، وبالتالي هو يفرض على الجميع اليوم أن هذه الحرب لن تنتهي، وأن سقفها
ممكن أن ينخفض فعليا، لكن على الأرض هو مستمر بما يرغب به، مستمر في توسيع دائرتها، ومستمر في استهداف يعني مناطق معينة أيضا في غزة بشكل أكبر. وبالتالي نحن نتحدث عن مشهد للأسف يعني بغض النظر عن كل الضغوطات الدولية غير قابل للإيقاف على الأقل في الأسابيع القادمة. الجزء الثاني أننا نتحدث اليوم أيضا عن محاولة إسرائيلية أيضا لتخفيض مستوى الحرب في غزة والانتقال إلى عمليات جراحية، أي تقطيع غزة، القيام بعمليات تستهدف إما قادة حماس أو تستهدف يعني بشكل كبير قدرة حماس. وهذه لربما الأهداف التي دائما ما يتحدثون عنها. نعم، لكنه هو يسير بخطى واضحة، أنه هو اليوم يتعرض لأسوأ مرحلة في الحرب، هو يتوقع أن هذه المرحلة هي الأسوأ التي سيدفع بها الثمن الأكبر، لكن هو اليوم لابد أن يسعى لفكرة كيف يعوض هذه الخسارة على الأقل، يعني لو في محاولة استهداف لقيادات حماس. لكن في الوقت نفسه هناك محاولة أيضا وتكتيك إسرائيلي في تخفيف الضغط على نفسه والضغط القادم من غزة عبر الحديث عن ملفات أخرى. يعني قبل أيام بدأنا نتحدث أو يتحدث وزير الدفاع الإسرائيلي بشكل واضح عن الجبهات السبعة. هناك تصعيد على جبهة لبنان بشكل كبير ومحاولة للالتفاف عبر قرار 1701، وبالتالي يعني أن هناك جبهة تدريجيا تزداد يعني سخونة في شمال لبنان، عمليات في سوريا نوعية ذات طابع استخباراتي، وهذا يشي أيضا أن الإسرائيلي انتقل إلى محاولات القيام بعمليات استخبارية نوعية مثل استهداف قادة الحرس الثوري الإيراني في سوريا أو استهداف أماكن للسلاح كمطار حلب كما يقول إلى آخره. والجزء الثالث والذي سيأخذ الأضواء نوعا ما في المرحلة القادمة هو موضوع البحر الأحمر وتعاظمه وانتقالنا اليوم إلى فكرة الدفاع المباشر واستهداف الحوثيين. إلى الآن هذا التحالف لم ينتقل إلى مرحلة الهجوم، ما زال في فكرة الدفاع، لكن اليوم شكل يعني أول تحرك مباشر باستهداف الحوثيين. إذن هذه الملفات اليوم المطروحة والتي تتوسع، هو يرغب، وطبعا الضفة الغربية بشكل كبير، هو يرغب من خلالها تخفيف الضغط القادم من غزة، أن تخفف الأضواء يعني والاهتمام بما يجري بغزة عبر فتح كل هذه الجبهات، والدفع باتجاه أن تطول الأزمات في المنطقة، يعني باعتبار أنه هو يريد أن تستمر الأمور في غزة. وكان لافتا بدء الحديث اليوم لدى الإسرائيليين أن هذه الحرب في غزة قد لا تنتهي ويجب أن نتعايش معها وأن نخفض مستواها. هذا ضمن الأوساط الإسرائيلية الحديث والتكتيك الإسرائيلي، والذي بدأ في فكرة الحديث عن سيطرته على معبر فيلادلفيا، أن يعود لنقطة ما قبل 2005، وبالتالي يبقي غزة تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية ويطيل أمد الأزمة ويخفف مستوى الحرب، وبالتالي هو يصبح غير معني بإنهاء هذه الحرب ويلقي بكرة الكارثة الإنسانية باتجاه الملعب الدولي. وهو انتقل أيضا في تكتيك جديد اليوم في فكرة قبوله للمساعدات القادمة عبر البحر، وهو باعتقادي يعني واضح أنه تكتيك لتخفيف الضغط على نفسه في موضوع المعابر، باعتبار أن المعابر الأرضية هو يشكك بأنها يعني لن تستخدم في تهريب السلاح، ويشكك بقدرة الأطراف الأخرى في إدارتها. إذن هو يطرح بديل غير منطقي ويحتاج إلى الكثير من يعني من التعقيدات اللوجستية أيضا، لكن فعليا هو يريد أن يسوق نفسه بأنه غير معطل ومتواصل وافق مع المجتمع الدولي فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية. طيب، دعني أذهب للدكتور مصطفى البرغوثي. دكتور، يعني إذا ما أردنا أن نتحدث عن الوساطة المصرية، هذه الوساطة شهدت بشكل أو بآخر لربما اختلاف في وجهات النظر على البنود، كان الأبرز منها ما هو متعلق بالتمثيل الفلسطيني في غزة بالفترة المقبلة في المستقبل. يعني هل هذا الوقت الآن برأيك مناسب لبحث هذا البند على وجه الخصوص؟ لا طبعا غير مناسب. كل هاي اللعبة الأمريكية الإسرائيلية بالحديث عن اليوم التالي هدفها جذب الأنظار عن اليوم الحالي، اليوم الحالي الذي ترتكب فيها أبشع ثلاث مجازر وحشية أو أبشع ثلاث جرائم حرب بالتوازي، تطهير عرقي بعد ما نحن نتحدث عن، إذا حسبنا منهم تحت الأنقاض حتى هذه اللحظة 29 ألف شهيد فلسطيني، ومنهم
هم ما لا يقل عن 12,000 طفل. كيف يمكن للعالم أن يستوعب ذلك؟ أنا لا أفهم. وأضيف إلى ذلك 56,000 جريح، إذا جمعناهم معا هذا يشكل 3% من سكان قطاع غزة. لو جرى هذا الذي يجري الآن في غزة في الولايات المتحدة لكنا نتحدث عن 10 ملايين قتيل وجريح في غضون فترة أقل من 3 شهور. هذه جريمة كبرى بكل المعايير والمقاييس. 9 من كل 10 الآن في غزة لا يستطيعون لا يجدون غذاء كل يوم. هناك أوبئة تنتشر كالنار في الهشيم، 400,000 أصيبوا بها حتى الآن حسب ما يقوله زملائنا. ويضاف إلى ذلك بطش بالسكان المدنيين، اختطاف الآلاف منهم ووضعهم في معسكرات اعتقال الآن يسمونها الناس في غزة غوانتانامو الجديد، حيث يمارس أبشع أنواع التعذيب. بالصدمات الكهربائية، بتغريق الناس في المياه، بالضرب والتنكيل والإعدامات الميدانية. لدينا الآن تقارير عن إعدامات ميدانية ينفذها جيش الاحتلال بشكل وحشي في كل مكان. الذي يجري جريمة كبرى يجب أن تتوقف، ولذلك لا شيء الآن يجب أن يعلو على المطلب الواضح والأساسي بضرورة وقف العدوان على قطاع غزة. وما يقال اليوم عن، يعني سأتحدث عن اليوم التالي بس، ولكن ما يقال اليوم عن أن إسرائيل قررت سحب 5 ألوية من قطاع غزة، وأيضا الحديث عن أن الحرب ستستمر أشهر، هذا تعبير عن فشل إسرائيل، لأن إسرائيل فشلت في ال4 أهداف التي وضعتها. فشلت في إحداث التطهير العرقي وهو العمود الفقري لعملياتها العسكرية بسبب صمود وبسالة الناس في غزة. فشلت في اقتلاع المقاومة، فشلت في فرض سيطرتها على المناطق التي دخلتها دباباتها، وما زال المقاومون يقاتلونهم ويقاوموهم في كل بقعة في غزة. وفشلوا رابعا في استرجاع أسراهم أحياء دون تبادل للأسرى. اليوم هناك فشل، ولذلك يجب الضغط على إسرائيل لوقف هذا العدوان. أما اليوم التالي شو دخل إسرائيل والولايات المتحدة وأي طرف آخر أن يقرر نيابة عن الفلسطينيين من يدير شؤونهم؟ هذا أمر يخص الفلسطينيين وهذا أمر يقرره الفلسطينيون، ولكن نتنياهو يحلم بحلم لن يتحقق، أنه يحتل كل غزة ويأتي بحفنة عملاء يعملون تحت سيطرته لإدارة شؤون الناس المدنية حتى لا يتحمل هو مسؤولية من هم تحت احتلاله حسب القانون الدولي. جميل. هذه سيناريو سخيف واسمحي لي أقول غبي، ولن ينجح لأنه هو نتنياهو وربما استخباراته ستخبره أنه ما دام أهل غزة في غزة لن يستطيع أن يفرض سيطرته. طيب اليوم الوساطة المصرية كيف تقرأها بكل البنود التي طرحتها؟ الوساطة المصرية هي ليست وساطة بقدر ما هي اقتراح للنقاش، ولابد، وحتى الآن لم نسمع ما هو الجواب الإسرائيلي عليها أصلا، ويعني لأنها مطروحة على كل الأطراف. إنما بالنسبة لنا وبالنسبة للمقاومة الفلسطينية لن يكون تبادل لأي أسير أو أي أسرى إلا بعد وقف إطلاق النار بشكل شامل وكامل ووقف العدوان بشكل مطلق. بدون ذلك لن يحدث تبادل للأسرى، وموضوع تبادل الأسرى عندما يتم، إن بقوا أحياء طبعا ولم يقتلهم القصف الإسرائيلي، سيكون كل الأسرى مقابل كل الأسرى، إما بالتجزئة أو بشكل كامل. طيب دكتور عامر، اليوم سنشهد في بداية العام الجديد الأيام الأولى منه زيارة بلينكن للمنطقة، ما المتوقع في هذه الزيارة برأيك؟ يعني هو لا يجب أن نتوقع الكثير. هو الولايات المتحدة صحيح هي ترغب في أن لا يتوسع الصراع في المنطقة، ترغب في الحفاظ يعني على حالة استقرار، وترغب بموضوع يعني الخروج الآمن وحفظ ماء الوجه لنقل في موضوع غزة، لأنه اليوم دخلنا في الانتخابات الأمريكية، وهذا الحزب يعني الديمقراطي يريد أن يعزز ما يجري في غزة من زاويتين، في زاوية أنه استطاع يعني مساعدة إسرائيل وتأمينها وإيقاف كل هذا الخطر، وأنه طبق عملية دبلوماسية في النهاية احتوت الأخطار في المنطقة، ويرغب أيضا يعني أن يقود إلى عملية
بين قوسين سلام. نعم. يعني سلام جديد هو يريد أن يسوق أنه يملك رؤية، يستطيع أن يقدم حلول، وأنه في هذه المرحلة الحرب قد تقودنا إلى التسوية، أي بمعنى آخر أنه ما تشكل الآن كارثة إنسانية بحاجة إلى حلول. هذه الحلول يمكن أن تقدمها، يقدمها طرح عملي على الأقل قصير الأمد في هذه المرحلة، يتم تسويقه بالنسبة لهذه الإدارة على أنه في النهاية كان يعني إنجاز على المستوى، على مستوى استقرار المنطقة وعلى السلام الإقليمي. لكن أعتقد أن الولايات المتحدة تورطت بشكل كبير الآن، أو هذه الإدارة، ولن تستطيع الخروج من هذا المشهد بسهولة. أولاً لأن الجبهات تعددت، وبالتالي تدريجياً أصبح هناك انخراط أمريكي أكبر. القواعد الأمريكية تتعرض اليوم لقصف، وهي تضطر أن ترد في سوريا والعراق. اليوم البحر الأحمر أصبح نقطة بالنسبة للجميع، والتجارة العالمية والملاحة الدولية كلها امتحان لهذه وشبه الإدارة، شلل يعني للحركة، امتحان لهذه الإدارة أيضا مع حلفائها ومع مشروعها الاقتصادي الكبير، الربط الهند بأوروبا، وبالتالي هي مضطرة أن تأخذ خطوات. موضوع لبنان وكيفية التعامل معه، وفي النهاية عدم خسارة حلفائها. إذن هي بحاجة إلى وصفة معقدة نوعا ما حتى تخرج اليوم هذه الإدارة على الأقل بفكرة أنها أنجزت شيء في هذا الموضوع. فأعتقد أنه يعني لا يجب أن نتوقع الكثير. موضوع استمرار الإسرائيلي بالحرب أعتقد أنه يفرض على الأمريكي، لأنه في النهاية هو الموجود على الأرض وهو الذي يقرر. وما دام أنه الإسرائيلي إلى اليوم لم تنتقل هذه الحرب لتحولها إلى أزمة حقيقية أمام إسرائيل، تسعى إسرائيل إلى وقف الحرب وليس أن يحاول أن يفرض عليها، أعتقد سنبقى ندور في هذه الزاوية. المشكلة الكبرى أن كل يوم يمر تتشكل الأزمة الإنسانية بشكل أكبر وتتعمق بشكل أكبر وأكثر تعقيدا، وبالتالي يعني واضح أن الإسرائيلي يريد تدويل هذا الموضوع، أن يلقي في الملف الإنساني بمسؤولية المجتمع الدولي. ولكن إلى متى ستصمد إسرائيل وأمريكا في وجه المقاومة بشكل أكبر وتضغط عليها أكثر؟ إلى متى ستستمر بذلك؟ هل يمكن الرهان فعلا على وقت معين؟ لا، شوف، هو الوقت للأسف أصبح عامل ضد. يعني أنت اليوم حتى المقاومة ونمط المقاومة، يعني أنت اليوم تقارير تتحدث كلها أنه 70% من مساكن غزة لم تعد قابلة للسكن، إما مدمرة بشكل كامل أو شبه جزئي. إذن في النهاية هو استطاع الإسرائيلي أن يدمر غزة والبنية التحتية بغزة، ويطرح أيضا مشروع إعادة إعمار غزة، كيف سيكون شكله، من سيشرف عليه، كيف سيتم. إذن هناك جزئيتين لا يجب أن نغفلهم في أي تحليل، موضوع الأزمة الإنسانية التي يعني ستأخذ سنوات لحلها، وموضوع إعادة إعمار غزة. إذن هو اليوم بغض النظر حقق كارثة كبرى على الأرض في غزة، وبالتالي يجعل الجميع مضطر أن يتعامل مع واقع تشكل عبر هذه الأزمة. الآن هل يحقق انتصار أم لا يحقق انتصار؟ هذا السؤال. يعني هو لو والوقت الذي يجيب عليه، الوقت الذي يجيب عليه وقدرته على الاستمرار أيضا في هذا الموضوع. إذن كلما ارتفعت الكلفة على الإسرائيلي كلما قل الوقت، وهناك كان ستكون هناك محاولات يعني لتحقيق إنجازات. واضح أنه هو لا يريد أن يضغط عليه بأي ورقة، حتى ورقة الرهائن هو لا يرغب بأن تكون ورقة ضاغطة. يعني أنا أعتقد الولايات المتحدة هي التي تضغط في مسألة الرهائن وليس الإسرائيلي نفسه. يعني الإسرائيلي لم يكن معني في موضوع الرهائن منذ اليوم الأول، باعتبار أنه هذه الحرب بالنسبة له يعني فرصة أتت لا يمكن أن يضيعها. كل الدعم، كل الضوء الأخضر الذي قدم له، كل ما يرغب به، تثبيت لروايته أن الأخطار هي أخطار قادمة أيضا من الإقليم، يعني لم يخضع، خضع بأول هدنة مؤقتة هشة بعد 45 يوم من القتال. يعني هو اليوم لا يريد أن يقف القتال بسبب الرهائن، لكن قصة الرهائن هي أيضا ورقة اليوم تتحول إلى أزمة بالنسبة لهذه الحكومة. لكن دعينا نكون واقعيين، في النهاية الحكومة الإسرائيلية حتى لو خرج نتنياهو اليوم وسقطت حكومته، اليوم من الذي سيأتي؟ يعني حتى خطاب المعارضة هو متشدد بحجم نتنياهو أو أكثر قليلا. لأنه اليوم موضوع الذي ندخل به إلى الصراع السياسي في إسرائيل، قد تكون خلافات بين الأحزاب، لكن على موضوع تأمين إسرائيل وإنهاء هذه الحرب ومكاسب إسرائيل وما بعد حرب غزة، أي التأمين الأكبر القادم من الإقليم، أعتقد أن الجميع سيذهب له. وإن كانت استطلاعات الرأي يعني ترشح غانتس، أعتقد أنه من يسمع خطاب غانتس يدرك أننا
نتحدث عن واقع للأسف إما يعني متشدد بغض النظر كانت الحكومة الحالية أم المعارضة. أم المعارضة. لذلك أنتقل بهذه الجزئية، جزئية الانقسامات في الداخل الإسرائيلي، إليك دكتور مصطفى. اليوم رقعة الانقسامات في الداخل الإسرائيلي تزداد ولربما على أعلى المستويات. هل من الممكن اليوم أن يتم قراءة المشهد السياسي لنتنياهو بأنه هو الأخير باعتباره الأخير؟ هل هذه الحقبة الأخيرة فعلا لنتنياهو، أم أن الموضوع لا يستحق النقاش بشأن نتنياهو وإنما التركيز على حل الخلافات الداخلية في الشأن الإسرائيلي؟ لا، هناك أزمة في إسرائيل، والأزمة هي أزمة الحركة الصهيونية، وسبب الأزمة بقاء الشعب الفلسطيني على أرض وطنه رغم تهجير 7 ملايين إنسان يعني من الذين هجروا عام 48 وأصبحوا لاجئين. العدد الفلسطينيين على أرض فلسطين التاريخية أكبر من عدد اليهود الإسرائيليين، ولذلك هم يريدوا أن يمارسوا تطهير عرقي ليس فقط في غزة بل في الضفة الغربية أيضا، ويريدوا أن يتخلصوا من الفلسطينيين حتى ينجح مشروع الحركة الصهيونية الاستيطاني الإحلالي. هذا هو جوهر الأزمة الإسرائيلية العميق. داخليا هم في صراعات وفي خلافات، نتنياهو يريد أن يطيل أمد هذه الحرب وربما تصعيد الحرب أكثر، يعني يسعد أن تنفجر الجبهة الشمالية، يسعد أن تنفجر الأمور بصورة أكبر في الضفة الغربية، لأنه يعرف أنه في اللحظة التي تتوقف فيها الحرب هو سيذهب إلى السجن. سيحاكم أولا أو سيحاسب أولا على تقصيره في 7 أكتوبر والهزيمة الفادحة التي لحقت بفرقة الجيش الإسرائيلي في غزة، وثانيا سيحاسب على 4 قضايا فساد تلاحقه ومحاكمه شغالة، يعني هو أجلها الآن بسبب أنه مشغول في الحرب، ولكن هو يعرف أنه إما استمرار الحرب أو ذهابه إلى السجن. لكن من ناحية أخرى المسألة أكبر من نتنياهو، ما أنت محقة، لأنه إسرائيل تعاني الآن مع استمرار هذه الحرب من 3 عوامل تضعف قدرتها على مواصلة القتال. أولا خسائر بشرية لا تحتملها، ثانيا خسائر اقتصادية هائلة، يقدر أن خسائر إسرائيل ستصل إلى 52 مليار دولار مع انتهاء هذا العدوان. هم كانوا يخسروا في الشهر الأول والشهر الأول والنصف حوالي 350 مليون دولار يوميا، الآن الرقم 220 مليون دولار يوميا. قطاعات بكاملها انهارت، السياحة، الزراعة، الآي تي وهو قسم تكنولوجيا المعلومات وهو أكبر جزء ينمو في الاقتصاد الإسرائيلي، 22% من العاملين فيه مع جنود الاحتياط، وبالتالي هذه كلها عوامل تؤثر فيهم. ويضاف إلى ذلك العزلة الدولية والضغط الدولي الهائل اليوم، يعني في كل العالم هناك ذهبت ليس فقط سمعة إسرائيل إلى الحضيض بل الولايات المتحدة أيضا، وبايدن نفسه يواجه تمردا داخل الولايات المتحدة، أغلبية الشعب الأمريكي أغلبيته ضد سياسته، وهو يعرف الآن أن هذه الحرب قد تكلفه الانتخابات القادمة. كل هذه عوامل يعني أنا أردت أن أؤكد عليها، إسرائيل ليست كلية القدرة وليست قادرة على كسر مقاومة الشعب الفلسطيني لا في غزة ولا في الضفة الغربية. طيب دكتور عامر، اليوم إذا ما أردنا أن ننظر إلى السياسة الإسرائيلية التي يتم انتهاجها في المشهد السياسي الإسرائيلي، على جانب الدبلوماسية الإسرائيلية بشكل أو بآخر تنتهج ما هو يعني دبلوماسية مرتبطة بالتعاطي مع ملف التفاوض، على الجانب الآخر نتنياهو دائما ما يخرج ويقول ويؤكد على استمرارية الحرب، بالتالي هناك شكل من الازدواجية في التعاطي ضمن هذه السياسة، كيف من الممكن أن نفهم ذلك؟ يعني هو الإسرائيلي يريد إطالة أمد الأزمة وبالتالي يعني الحصول على غطاء، إذن الجانب الدبلوماسي يقدم له فرصة أيضا للاستمرار بالحرب، أن هناك قنوات الدبلوماسية، واليوم يعني حتى التغيير في وزارة الخارجية اليوم هو جزء من هذه الاستراتيجية، أنه نعم نحن نفاوض، نحن لا نرغب فقط بالحرب، نريد أن ننجز. وهو أيضا لديه مشكلة في موضوع عدم الاهتمام أيضا في الخروج من الحرب، وبالتالي هناك اتهامات للكثيرين أن إسرائيل يعني لم غير معنية بإنهاء هذه الحرب، هو لهذا يقوم بهذه الجزئية، وهي كما قلت لك سابقا أيضا موضوع طرح حلول للأزمة الإنسانية من الجانب الإسرائيلي يقبلها حتى يخفف على نفسه كل هذه الضغوط. لكن هو في النهاية سيبقي كل هذه الخطوط تعمل،
سيدخل إلى المنطقة ويرغب في تصعيد بالمنطقة بلا شك، يعني نقل المنطقة إلى مرحلة 2 من التصعيد، يعني تصعيد أكبر خصوصا فيما يتعلق في سوريا وما يتعلق بلبنان. وأعتقد أنه هنا يعني الجزئية التي ستدفع الولايات المتحدة أيضا يعني للانسياق بشكل كبير مع الرؤية الإسرائيلية بسبب التهديدات الأخرى التي تحدثنا عنها. إذن هو يقوم بعملية بشكل كامل، يعني هي مبنية على فكرة الوقت، شراء وقت أكبر، الاستمرار بما والازدواجية يقوم به. تساعد في الازدواجية أخذ تساعد الوقت، لأنه غير معني أولا، يعني هو التكتيك الإسرائيلي مبني على فكرة أنه يعني يقوم بكل هذه القبول للنقاشات الدبلوماسية أو المفاوضات إلى آخره أمام الولايات المتحدة خصوصا، لكن على أرض الواقع هو لا يرغب بها، هو يعطلها في نقطة معينة. الجزء الثاني أعتقد أنه كل ما صارت هذه الحرب أكثر، كلما أصبح الجميع يعني مضطر أن يتعاطي مع تداعياتها. فبالنهاية يعني حتى الدول التي كانت خارج هذه المعادلة، معادلة الحرب، ودعت إلى وقفها، اليوم يعني البحر الأحمر ماذا يعني؟ يعني مصر والأردن أيضا ضمنها، عندما تتحدث عن استهداف سوريا أو استهداف إيران، التوسع في فكرة يعني هذا الاستهداف الكبير إلى إيران لابد أن يكون له رد بصيغة أو بأخرى، وبالتالي يعني عملية تصعيد المنطقة بدأت بشكل كبير. الآن هذه الإدارة الأمريكية يعني في النهاية حتى لو سقط الديمقراطيين سيأتي الجمهوريون، فيعني نعول على رأي عام لأنه يسقط بايدن يعني سيكون الجمهوريين هم القادمون. وأدعو الجميع يعني إلى متابعة حوارات المرشحين الجمهوريين وكيف سيكون شكل التعامل مع هذه الأزمة بالذات. الجزء الأكبر أن الإقليم كل اليوم بحاجة إلى ترتيب. غزة قصت الشريط إلى فكرة ضرورة إعادة ترتيب ملفات هذه الأزمة والأزمات العالقة. هناك أزمة عالقة في سوريا 12 عام، هناك وضع في العراق لابد من التعامل معه، وضع بلبنان، وضع باليمن. اليوم الولايات المتحدة تدفع أيضا ثمن أسلوبها وتعاطيها في مسألة اليمن مع حلفائها. يعني لماذا دولة مثل السعودية تعتبر أنه اليوم يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أمنها واستقرارها؟ الإمارات كذلك. إذن الولايات المتحدة مهمتها صعبة جدا اليوم في كيفية إقناع حلفائها أيضا بأن رؤيتها اليوم واقعية، وأنها ستقوم بخطوات، وأنها لابد يعني أن تفرض حلول على الجميع بما فيهم إسرائيل. وإن كانت أيضا هذه الحروب تشكل فرصة للخلاص من اليمين المتطرف والخلاص أيضا من كل معطلي السلام، لكن على أرض الواقع أعتقد أن الأمور تصبح أكثر تعقيدا في المرحلة القادمة، وقد نشهد يعني فتح جبهات أو ارتفاع مستوى الاشتباك في جبهات كانت على الأقل في المرحلة الماضية بعيدة، يعني أهدأ أو يمكن احتوائها. لذلك أنقل الجزئية المرتبطة بواشنطن إليك دكتور مصطفى. واشنطن بشكل أو بآخر تعمل على أن تهيئ كل الظروف لربما لإيكال مهمة إدارة غزة بعد الحرب لجانب السلطة الفلسطينية، وكان هناك لربما ترحيب خجول من السلطة الفلسطينية في ذلك. هذا الطرح برأيك سينجح؟ ومن سيختار؟ أولا الولايات المتحدة للأسف الشديد هي ليست فقط يعني متورطة في دعم ما تقوم به إسرائيل، هي أصبحت مشاركة في هذه الجرائم. وللأسف الشديد هناك جنود أمريكيون يحاربون مع الإسرائيليين ويقومون حتى بممارسات مشينة ضد الأسرى الفلسطينيين. أما بالنسبة لترتيبات غزة، المطلوب فلسطينيا عدم السماح للولايات المتحدة ولا لإسرائيل بتمرير سياسة فرق تسد. لذلك المدخل الصحيح لهذه المعادلة هو التأكيد على أمرين: أولا أن غزة لا يمكن أن تفصل عن الضفة الغربية وهي جزء مكون ما يجب أن يكون دولة فلسطينية، وأي ترتيبات تخص غزة بانفصال عن الضفة الغربية غير ما يجب أن ترفض رفضا باتا. من ناحية ثانية المدخل الصحيح هو تشكيل قيادة وطنية فلسطينية موحدة على برنامج وطني كفاحي لمقاومة هذا المخطط لتصفية القضية الفلسطينية، وهذا يعني انضواء الجميع في هذه القيادة الموحدة التي يمكن أن تكون مرجعية لحكومة وحدة وطنية تجمع الضفة وقطاع غزة ولفترة مؤقتة حتى تتاح للشعب الفلسطيني فرصة ممارسة ما حرم منه منذ عام 2006 وهي الانتخابات الحرة الديمقراطية لقيادته.
أنا برأيي الوحدة الوطنية هي السلاح الفعال لدرء المخططات التي تريد تزوير إرادة الشعب الفلسطيني سواء في غزة أو الضفة الغربية. نعم، شكرا لك من رام الله الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية دكتور مصطفى البرغوثي، شكرا جزيلا لك. وكنت معنا في الاستوديو الكاتب والمحلل السياسي دكتور عامر السبايلي، شكرا جزيلا أيضا لك.